شخصية النهاردة اللي اخترناها في مصر الحلوة المهندس رشيد محمد رشيد الذي كان وزيرا للصناعة في عهد مبارك. نعم أنا اخترت المهندس رشيد النهاردة عشان أوريكم صورة مصر الحلوة، لأن أنا بشجع الأغنية الحلوة، ماليش دعوة بالمطرب. رشيد محمد رشيد كان في زمن، قول فيه اللي أنت عايزه، اختلف زي ما أنت عايز، بس الراجل ده عنده فكر، والراجل ده عنده علم، والراجل ده مصر الحلوة بقى اللي إحنا عايزين نطلعها في الإعلام المصري. النهاردة فين رشيد محمد رشيد؟ النهاردة هو رئيس فالنتينو. فالنتينو دي واحدة من أشهر ماركات في العالم. فالنتينو الناس اللي بتفهم في اللبس والموضة والحاجات دي، فالنتينو دي مؤسسة ضخمة جدا. مين رئيسها؟ المصري رشيد محمد رشيد. جابوه ليه يا اولاد؟ لانه من اسكندريه واسكندراني خالص، لان عنده علم. الناس دي ما تعرفش ابوه. دي مصر الحلوه بقى، دي مصر الحلوه، افتكروها. الراجل اللي قدامكم ده اللي طالع من اسكندريه مدور 20 شركه، بس انا بس بقول لكم على شركه واحده، وخد بالما كمان في النص. بالما دي برضو شركه اخرى يديرها رشيد محمد رشيد. حق الناس اللي تعبت اقول له انت تعبت. طب احنا ليه بنفتكر الناس لما تسيبنا؟ وليه بره بيكرموهم واحنا لا؟ وانا مش محمل باي حاجه من الماضي، دي ناس تكنوقراط، دي ناس جاية تعمل قضايا تقنية اقتصادية، وأي إنسان في الدنيا برأه القضاء ده فوق راس قولا واحدا، ودي الحكمة من القضاء. رشيد محمد رشيد مصر الحلوة، ده اللي احنا هنختاره، أو دي الشخصيات اللي احنا هنختارها كل فترة ونطلع صورتها في التلفزيون كده عشان أهله في اسكندرية وأسرته يبقوا فخورين بيه لأنه يستحق. مش أنا اللي قلت، فالنتينو.